افتتحت جمعية الحلبات الغربي في محافظة الزرقاء أبواب التعليم لمحو الأمية والصيدلية البيطرية لتقديم اللقاحات الطبية للمواشي بأسعار رمزية. كما بدأت الجمعية بافتتاح قسم للحاسوب لتدريب أهالي المنطقة على استخدام الحاسوب، بالإضافة إلى توزيع طرود الخير وفتح مكتبة تتسع لمئات الكتب حتى تكون باكورة عمل من أجل القضاء على وقت الفراغ لدى الأهالي بالمطالعة. وأكد رئيس جمعية الحلبات أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيئة تعليمية حاضنة لأهالي المنطقة وتوفير المساعدات للأسر العفيفة. من خلال الجمعية تم تقديم 39 مشروع بالتعاون مع جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي بتمويل من وزارة التخطيط. 39 مشروع، هذه المشاريع كانت طبعا متنوعة، منها تربية الأغنام، منها برضو كمان بقالات، محددة، عدة متنوعة من المشاريع. طبعا في عندنا مشروع مستلزمات الأفراح، هذا المشروع ممول من وزارة التخطيط، طبعا كمان ممول من وزارة التنمية الاجتماعية، وكمان برضو كمان من تم تمويله بقرض ميسر من اتحاد الجمعيات الخيرية لعملية تسهيل عملية النقل. طبعا يوجد في مركز كمان مركز حاسوب، كما شفتوا قبل شوية في مركز حاسوب. المركز الحاسوب هذا ندرب فيه طلاب، نعطي الدورات الإنجليزي والرياضيات للطلاب، وفي طبعا دورات حاسوب نعقدها كل سنة مثلا بالعطلة الصيفية.